فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. فاستفته فالغيب منبجس علما على ألبابنا يجري. فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري. فقه وفكر رؤية نلق يجلي البصائر من سنى البدر. فقه وفكر رؤية آلق يجلي البصائر من سنى البدر. بسؤالكم نورا على صدري. يا أهل ذكر الله بسؤالكم نورا على صدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والذي سنجعله اليوم بحول الله تعالى لقاء مفتوحا يتناول مختلف الأسئلة ويتناول أيضا بعض القضايا التي تعرض للناس في هذه الأيام ويحتاجون فيها إلى أن يسمعوا فتوى تردهم إلى الصواب. كل من أراد أن يشارك معنا فإن أرقامنا ستظهر بحول الله تعالى على الشاشة بين الحين والآخر، ولربما في وقت لاحق سيكون أيضا موقعنا جاهزا لاستقبال مكالماتكم أو أسئلتكم بالأحرى بحول الله تعالى. هذه كما قلنا حلقة عامة في اليوم 18 من ربيع الأول 1433، فأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في قوله تعالى هناك نداء متوجه إلى الجن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ما معنى هذا الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن الجن يحاولون أن يوسوسوا للإنس بشتى الطرق، وأن يجروهم إلى متاهات، وأن يستكثروا بهم من خلال ما يملون عليهم من الوساوس المختلفة التي تتوزعهم إلى سبل متفرقة. ونحن نرى في كل عصر من العصور أن من شأن كثير من البشر أو الأكثرية الكاثرة من البشر أن تعيش في أوهام. هذه الأوهام تدفعها إلى أن تتعلق بالجن، وترى أن في تعلقها بهم سلامة لها في حياتها، وضمانا أيضا لمستقبلها. وهذا خطأ عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن مؤمن الجن أنهم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. نعم زادهم رهقا، لأنهم زادهم ضلالا وحيروهم، فعاشوا في هذه الحياة حياة حيرة، لم يحلوا لهم مشكلة، وإنما عقدوا مشكلاتهم بما أملوا عليهم من الوساوس والأباطيل التي وزعتهم إلى سبل متفرقة، وصاروا في حيرة من أمرهم وفي بلبلة من رأيهم. فلذلك على من كان حقيقة من كان صحيح الإيمان أن يتعلق بالله تعالى وحده، وألا يعتقد أن للجن كما أنه ليس للإنس أي تأثير على حياة الناس
من حيث إنهم قادرون على أن يستقلوا بإضرار. نعم، إن سلطهم الله تعالى فذلك أمر يعود إلى الله، والله يسلط من يشاء على من يشاء، سواء كان المسلط إنسيا أو جنيا أو كان حيوانا أعجم. نعم. فإن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يبتلي من يشاء بما يشاء، ويسلط من يشاء على من يشاء، أو يسلط ما يشاء على من يشاء نكالا للعباد عندما ينحرفون عن جادة الطريق. فالناس عليهم أن يحرروا عقولهم من هذه الأوهام، وأن لا يتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى. فالجن والإنس كلهم مخلوقون، خلقهم الله، وكلهم عباد لله، وكلهم مصرفون بأمر الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. طيب سمحت شيخ، يعني ما قلتموه الآن في كلامكم كله يتعلق بالوسوسة والإضلال، وبينتم أن هناك إذا كان الله تعالى قد سلطهم فذلك شيء آخر. استقر لدى عقول كثير من الناس وأصبحت قناعة لديهم أن الجن لديهم القدرة على اختطاف أطفال أو اختطاف أناس أو غيرها من هذه القوم، فإذا فقدوا شابا أو فقدوا أحدا قالوا بأن الجن قد اختطفته. ما نصيب هذا الذي يفكر فيه الناس من هذا الصور؟ يعود إلى الأوهام التي رسخت في ألباب الناس، ولا ينبغي أن يسارعوا إلى تصديق هذه الأوهام، وإنما ينبغي أن يتثبتوا في هذا الأمر. نعم. طيب شيخ، من أين رسخت مثل هذه الأفكار في الناس وقد بين الإسلام ونبههم ووعاهم حولها؟ من المعلوم أن جنوح الناس إلى الباطل هو أكثر من جنوحهم إلى الحق، وتأثرهم بالدعايات الضالة أكثر من تأثرهم بالدعوات الصحيحة الهادية. والعقل البشري ميله إلى الأوهام أكثر من ميله إلى الأخذ بالحقائق وتتبع الحقائق، لأنهم يجدون في هذه الأوهام ما يتلاءم مع رغبتهم في عدم تكليف عقولهم في التفكير والإمعان والتبصر، فلذلك يستسلمون لهذه الأوهام بسرعة. هذه طبيعة البشر. شيء قبل قليل قلت عليهم أن يتثبتوا، يتثبتون من يعني يبحثوا عن الحقيقة. يبحثوا عن الحقيقة. نعم. طيب ذكرتم في حلقة سابقة سمعت شيخ، وهذا حقيقة ليس موضوعا لنا في هذه الحلقة ولكن نجعله مقدمة حتى تأتي مكالماتكم، ذكرتم في حلقة سابقة أن المعتزلة يعني ما كانوا يؤمنوا بقدرة الجن على مداهمة البيوت واختطاف الناس. على ماذا اعتمدوا في حين أن عددا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية في زمانهم كانوا يصدقون مثل هذا؟ أن المعتزلة حرصوا كل الحرص على إبعاد عقولهم عن التأثر بمثل هذه الأفكار، وقد أوصدوا دونها الأبواب، ولذلك ما كانوا ينخدعون بمثل هذه الخدايا. كما روي عن أحد المعتزلة أنه دخل بيته لص، ولما أحس اللص بأن صاحب البيت واع وأنه يتابعه نزل في بئر، فلحقه هذا الرجل في تلك البئر، فناداه من البئر وقال له لنا الليل ولكم النهار، يوهمه بأنه من الجن. فما كان من المعتزلي إلا أن أخذ حصاة ورمى بها في ذلك البئر، يعني صخرة ثقيلة، ورض بها رأس ذلك اللص. وهكذا يعني شأن المعتزلة أنهم لا يصدقون مثل هذه الأوهام. نعم. طيب سمحت الشيخ،
هل لمثل هذه الأخبار والتصديق بها أثر على عقيدة المسلم؟ نعم، عندما يصبح المسلم مرهقا بالأضاليل والأباطيل ويتعلق بالجن من دون الله، يعوذ بهم من دون الله سبحانه وتعالى، أو يشركهم مع الله سبحانه وتعالى في عياده به، لا ريب أنه يتأثر عقيدته ويصبح ميالا إلى الشركيات. نحن وجدنا كثيرا من الناس الجهلة عندما يدهمهم أمر يأتون ببخور ويسمونه مغبارة ويرددون كلمات، من جملة هذه الكلمات: إن كان هذا لكم فخذوه وإن كان لغيركم فأوصلوه إليهم، إلى آخره، مع أنهم يعودون بهم من الشرور. وهذه من الشركيات، هذا من التعلق بغير الله تعالى، هذا مما يتصادم مع نصوص القرآن، مع قول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالخلق كله لله والأمر كله لله، وتصيف الكون راجع إلى الله، وليس لأحد فيه دخل، ليس لجني ولا لإنسي أي دخل في تصيف الكون، وإنما هذه أوهام سيطرت على عقول الناس، ولذلك بعدوا عن القرآن وعن فهم القرآن وعن اتباع القرآن، وأخذوا بما يمليه عليهم الشيطان من وساوس أبعدتهم عن حقيقة الدين. نعم، جزاكم الله خير سمحت شيخ. نستقبل الآن المكالمات. الأخ أنور البسامي. أخ أنور تفضل. نعم تفضل الأخ أنور، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أنور. أهلا بك. تفضل. سؤالي هو: هل يجوز دفن القبر بغرب المشي به بسيارة؟ نعم. هل مشي فيه بسيارة؟ نعم. طيب، وماذا بعد يا أنور؟ هذا هو سؤالي. شكرا جزيلا، أحسنت. أخ سيف العوفي. السلام عليكم الأخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهلا بك الأخ سيف. الحمد لله، نشكر الله. سماحة الشيخ، كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. بارك الله فيكم. أهلا بك. ومن الله عليكم بالصحة والعافية. آمين جميعا. تفضل الأخ سيف. سؤال الأول: امرأة كبيرة في السن وتعاني نقص في العقل مما أدى حتى بالأطفال بالضحك والاستهزاء بها، ولها أولاد ذكورا وإناثا، ولكن لم أحد يأخذها ولم يقبلها في منزله، وحين قد تم إليهم النصح قالوا هي رفضت العيش معنا وفضلت العيش في منزل بعيد عنا، فكيف يتفق هذا القول وهي ناقصة العقل وعامل الشيخوخة، وعلى الله وعلى الجيران تعيش وكذا، ولكن فما توجيه سماحتكم لهؤلاء الأولاد؟ طيب. سؤال الثاني: امرأة كانت تقول لوالدتها: لا أبريك في دنيا ولا آخرة ولا أرضى عنك أبدا، وذلك بسبب تزويج الأم بابنتها برجل كبير في السن بدون رضا الابنة، والابنة مستاءة من ذلك، وبعد مضي سنوات ووفاة والدتها الابنة ضميرها يؤنبها بما قالت لأمها، فهي الآن تتساءل كيف تكفر عن ما مضى. سؤالي الأخير: شخص دائما يسابق إلى السترة، يجري سترة الإمام ويسابق، وهو لا يعرف شيء عن فقه الصلاة، ويوجد من هو أكفأ منه، فما نصيحة سماحتكم لهذا الرجل؟ طيب، شكرا لك. شكرا الأخ سيف، بارك الله فيك. الأخت ندى الصالحية. وعليكم السلام ورحمة الله. عفاك الله الأخت ندى، تفضلي. تفضلي الأخت ندى. ألو. نعم تفضلي، أنت معنا الآن، تفضلي. لو سمحت أسأل سماحة الشيخ سؤال. نعم بكل سرور، تفضلي الأخت ندى. جزاك الله الخير. يعني كنا أنا والعائلة نريد ذهاب يعني لرحلة، فذهبنا وكان قبل أذان الظهر، لم يأذن علينا الظهر،
وكانت نيتنا أن نجمع يعني قبل الأذان، فشاء الله سبحانه وتعالى نذهب بعد الأذان، فذهبنا وصلينا يعني الصلاة جمع. فهل يجوز؟ هل يجوز لنا أن نصلي يعني الصلاة جمع؟ تعديتم يعني مسافة السفر؟ تعدينا أيوب كثير. نعم طيب. ولكن الأذان يعني كان في البلد، نفس البلد. نعم طيب. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الصوافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أحمد. أهلا بك ومرحبا. الحمد لله نشكر الله. كيف حالك سماحة الشيخ؟ نحمد الله ونشكره. عافاكم الكريم. تفضل الأخ أحمد. الشيخ شيخ لدي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. طبعا الكل يعلم أن العلم حينما تتقدم معه الاختراعات البشرية في شتى المجالات، فقد استطاع عن العلم في الوقت الحاضر تصنيع دم صناعي يقوم بكثير من الوظائف التي يؤديها الدم الطبيعي. هناك تقطع في الصوت الأخ أحمد، لا أستطيع أن أفهم سؤالك، هل يمكن أن تغير مكانك الأخ أحمد؟ حركة بسيطة فقط. تفضل. واضح صوت الآن؟ تفضل. أي نعم. الكل يعلم يعني العلم حينما يتقدم تقدم مع الاختراعات البشرية، استطاع العلم في الوقت الحاضر تصنيع دم صناعي يقوم بكثير من الوظائف التي يؤديها الدم الطبيعي، حتى أن الجسم البشري لا يرفض هذا الدم. نعم. لاحتوائه على العناصر الاحتواء على كل عناصر الموجودة في الدم الطبيعي. نعم. ولكن يحتوي هذا الدم الصناعي على خلايا الدم الحمراء للخنزير. يعني بسبب صغر حجمها واحتوائها على كمية كبيرة من الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين. فكلنا يعلم حرمة لحم الخنزير وما تترتب على هذه الحرمة من أحكام، ولكن هل يصل الأمر إلى تحريم أخذ هذا الدم لاحتوائه على هذه الخلايا؟ طيب الأخ أحمد، أنت تتحدث كطبيب مطلع خبير في هذه القضية أم قرأت هذا الموضوع؟ لا، هذا موجود في أحد الكتب قرأته. نعم طيب، شكرا جزيلا الأخ أحمد. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نكتفي الآن بهذه الأسئلة ثم بعدها نستقبل مكالمات أخرى إن شاء الله. سماحة الشيخ، هنا سؤال ورد من بعض الأخوات يقولن فيه في بعض المناطق النساء يواصلن العزاء مدة طويلة أكثر من 3 أيام، فهل يصوغ لهن أن يواصلن العزاء أكثر من 3 أيام لأنه سيؤدي بالتالي إلى تكاليف كثيرة جدا ومغارم؟ من المعلوم أن التعزية شرعت من أجل التسلية، وهي كاسمها تعزية، أي تصبير للمصاب على ألم مصيبة حتى يذهب عنه هاجس الاضطراب النفسي بسبب المصيبة التي ألمت به. ومن المعلوم أن كل من فقد حميما له في هذه الحياة يؤثر عليه، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر ودعا إلى الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فخير العزاء أن يشعر الإنسان بأنه عبد الله وأنه ملك الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتصرف إلا في ملكه، إذ أخذ تلك الروح من عبده وهي ملكه، والناس كلهم كتب عليهم الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا مما يسلي النفوس، فالعزاء شرع لأجل تسلية هذه النفوس التي أصيبت حتى تطمئن إلى ذكر الله. ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من الجهلة إنما يؤججون حرارة العزاء، لا سيما النساء، عندما يأتين إلى النساء ويقمن مناحات يبكين ويبكين
هذا مما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى ومما يخالف مشروعية التعزية، على أن العزاء عند السلف ما كان بهذه الطريقة، وإنما كان يعزي الأخ أخاه أينما وجده في أي مكان من غير أن يلتزم البقاء في مكان معين، إلا أنه نظرا إلى كون بقاء المصاب في مكان معين يسهل لمن أراد أن يقدم إليه العزاء بأن يعزيه عندما يجده في مكانه ذلك، وهذه من البدع الحسنة فلا مانع منها، غير أنه لا ينبغي أن يمتد العزاء أكثر من 3 أيام، لأننا نجد أن أثر المصيبة إنما يبقى إلى 3 أيام ما عدا مصيبة المرأة في زوجها. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فالحديث يفيد على أن المصيبة إنما تكون في لمدة 3 أيام، ولذلك فإن استمرار العزاء بعد 3 أيام يعتبر من البدع، سواء كان عند الرجال أو كان عند النساء. ونحن نرى أن الخطاب للمرأة، وهذا لا يعني أن الرجل له أن يحد على الرجل، ولكن من شأن المرأة أن تحد الإحداد، من شأن النساء، فلذلك خوطبنا بهذا الشيء. ولكن هذا مع هذا كله فإن على الكل أن يتقيد بهذا بحيث لا يستمر في مواصلة جلسات العزاء أكثر من 3 أيام. على أصحاب المصيبة ألا يستمروا أكثر من 3 أيام، وعلى المعزين أيضا ألا يواصلوا بعد 3 أيام. ونحن نوصي النساء بأن يتقين الله، على أنه كما فهمت من السؤال يترتب على هذا وقوع مخاسير على الناس، ولا يجوز للمعزين أن يرزقوا أصحاب المصيبة شيئا من أموالهم، لا سيما أموال الميت، لأن مال الميت إنما ينتقل إلى ورثته، وقد يكون في الورثة أيتام، فلا يجوز لهم أن يرزقوهم شيئا من أموالهم، وإنما عليهم أن يتقوا الله وأن يخففوا عنهم مصيبتهم بعدم أخذ بعدم تسبب في خسارة شيء من أموالهم، عليهم أن يتقوا الله في ذلك. وندعو الجميع إلى أن يخففوا. نحن نرى القرآن الكريم يدعو إلى نسيان المصيبة بعد يعني الوقت الذي استعرت فيه نارها، يدعو إلى الصبر، وبهذا الصبر ينسى الإنسان المصيبة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل لله والكل مرجعه إلى الله، ففي هذا سلوى للجميع، فعليهم أن يتسلوا بهذا وألا يواصلوا العزاء، هذا الذي يقتضيه الدين، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ أبو أحمد السلماني يقول: لا يزال فقه مصارف الزكاة عند غالبية المسلمين غير واضح، مع اهتمامهم المحمود بأداء هذه الفريضة طيبة بها أنفسهم الطاهرة، فترى بعضهم يصرفها للجمعيات الخيرية، والبعض يعطيها لمن يجمعون التبرعات للأعمال الخيرية، والآخر يوجهونها إلى خارج البلاد رغم ما في البلاد من معوزين، فهل للمسلم إذا أراد أن يدفع زكاته بنفسه إلى مستحقيها أن يدفعها لغير الفقراء والمساكين؟ بمعنى، هل يحق له أن يدفعها إلى المصارف الستة الأخرى، وخاصة مصرف في سبيل الله أو الغارمين؟ مصرف في سبيل الله والغارمين هو من مصارف الزكاة، ولكن إن كان هنالك يعني جمع لهذه الزكاة وتنظيم لتصريفها من قبل ولي الأمر، هو الذي يتولى وضعها في هذه المواضع. أما إن كان كل أحد يتولى زكاته بنفسه فعليه أن يدفع زكاته للفقراء والمساكين، وعليه أن يرعى من كان أقرب فأقرب،
إلى مكاني. نعم. الأخ أنور يقول: القبر إذا وضعت فوقه كمية كبيرة من التراب من أجل أن تعبر فوق السيارة، يصح ذلك؟ عبور السيارات أو عبور المشاة على القبور أمر مخالف لاحترام هذه القبور، فإن القبور شرعت لها حرمات، بل ينهى كما جاء في الحديث عن المشي عليها، وجاء في الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، ولعله أيضا يوجد عند مسلم ما أذكره الآن، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يجلس على قبر. يعني هذا التشديد في الجلوس على القبر، فكيف بثقل السيارة التي تمر على ظهر القبر؟ فلا يجوز هذا الأمر، وإنما على الناس أن يحترموا قبورهم. وهذا لا ينافي أنه إذا تقادم الزمن واندرست تلك القبور ولم يعرف عنها شيء، أن الناس معذورون في تصرفهم في أرض المقبرة، لأن الأرض التي لا يبدو عليها شيء من آثار القبور ولا يعرف عنها إن أنها كانت مقبرة في يوم من الأيام، لا حرج في استغلالها لأي وجه، فالأرض كلها مليئة بقبور الموتى، كما قال المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وأخذ ذلك العلامة أبو مسلم فقال: لا شبر في الأرض إلا من رفاتهم، فخل رجلك رفقا في مواطئها. نعم. الأخت ندى تقول: خرجوا مسافرين وأذن عليهم الأذان أذان ظهر وهم لا يزالون في بيتهم، ثم تعدوا مسافة السفر، عندئذ يقصرون الصلاة ويصح لهم أن يجمعوا أم يصلونها تماما؟ اختلف العلماء في من دخل عليه وقت الصلاة في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، هل يصليها في سفره ركعتين أو يصليها أربعة، هل يقصرها أو يتمها؟ في ذلك خلاف، قيل يقصرها إلى ركعتين، وقيل بل يتمها ويصليها أربعة. والذين قالوا بأنه يتمها نظروا إلى أن فرض الصلاة أو وقت الفرض دخل عليه وهو في سفره في حضره، فتؤبد أن يصليها أربعة، ولما تؤبد أن يصليها أربعة لم يكن له أن يقصرها بعد ذلك إلى ركعتين، نظروا إلى هذا المعنى. أما الذين يقولون بخلاف ذلك فإنهم نظروا إلى أن الوقت كله وقت أداء، لا فرق بين أوله ووسطه وآخره، وينظر في القضية بطريقة الطرد والعكس. يعني لو عكسنا القضية ونظرنا إلى الحكم في من دخل عليه وقت الصلاة وهو في سفره وعاد إلى حضره قبل أن يصليها، فإنه بلا ريب يصليها أربعا، لأنه خوطب بأن يصليها بحسب الحالة التي هو عليها في وقت أدائه لها، لا بحسب حالته عندما دخل عليه وقت الصلاة. يعني هذا الذي نأخذ به ونعول عليه. نعم، جزاكم الله خير سمحت شيخ. وبالنسبة إلى الجمع، لا ريب أنه لا مانع من الجمع، لا سيما إذا أخذوا برأي القصر. نعم. أخ ماجد الحسني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك الأخ ماجد. عافاك الله. عندي سؤال لو تكرمتم. تفضل أخ ماجد. أود أن أسأل عن الراجح عند سماحة الشيخ في قوله تعالى في سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فورد في التفاسير أن هؤلاء الرجال هم
قوم استوت سيئاتهم وحسناتهم، ومن قائل أنهم هم الأنبياء والصالحين، وهناك أقوال أخرى يعني تتراوح بين هذين المعنيين، فما هو الراجح عند سماحة الشيخ في هذه الآية؟ طيب الأخ ماجد، يعني لو عدت إلى موقع بصيرة وهو موقع خاص بسماحة الشيخ، في حلقات سؤال أهل الذكر يعني تقريبا الكثير منها موجود، تناولنا هذا الموضوع تقريبا قبل حلقتين من الآن، يمكن أن تعود إليه وفصل فيه الشيخ تفصيلا كاملا. نعم إن شاء الله. طيب الأخ ماجد شكرا جزيلا لك. نبهان الخروصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأخ نبهان. كيف حالك سماحة الشيخ؟ أحمد الله وأشكره، بارك الله فيك. أرجو من سماحة الشيخ أن يعطي نصيحة للشباب الذين يصلون صلاة الفجر والصلوات الأخرى. نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شكرا يا نبهان. شكرا جزيلا لك. لله. الأخت حواء الشريقية. الأخت حواء. أخت حواء معنا. طيب. الأخ خالد البراشدي. الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كيف الحال؟ أهلا بك. الحمد لله نشكر الله. عافاك الله. السؤال نجد في الآية مثلا على سبيل المثال في سورة الأعراف جاءت الآية من يهدي الله فهو المهتدي، بينما نجدها في سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة الإسراء الآية تقول ومن يهدي الله فهو المهتدي، وأيضا في سورة الكهف من يهدي الله فهو المهتدي، فلما أتت في سورة الأعراف بالياء فهو المهتدي بينما أتت في سورة الإسراء وفي سورة الكهف المهتدي بالكسرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، امرأة متزوجة وكانت تسكن مع زوجها ثم بعد ذلك وجدت على تعيين وظيفة بالقرب من دار أهلها، واتخذت من دار أهلها وطنا آخر على اعتبار على أن زوجها في الفترة يعني يبحث على فرصة لينتقل في مكان قريب من دار أهلها. هي حاليا اتخذت دار أهلها وطنا ثاني بينما زوجها لم يتخذه وطنا، فهل فعلها هذا صحيح؟ طيب بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الأخت حواء معنا. طيب سماحة الشيخ، الأخ سيف العوفي يقول امرأة كبيرة في السن يبدو أنها فقدت عقلها، أصبحت أيضا يضحك الأطفال عليها كثيرا، المهم أبناؤها لم يؤوها إليهم ولم يكرموها في بيتهم، زعما منهم بأنها لا تريد ذلك إنما أرادت أن تعيش بنفسها بعيدا عنهم، هل يصح لهم ذلك؟ على الأولاد أن يكونوا بررة في معاملتهم لآبائهم وأمهاتهم، لا سيما الأمهات لأنهن أعجز، ولأن حق الأم هو أكبر، فعدم اعتنائهم بأمهاتهم يعني ذلك أنهم عاقون لهذه الأمهات، فعدم اعتناء هؤلاء بأمهم هو عقوق لها، فعليهم أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤوها في بيتهم، وقد ربتهم وقد كانوا صغارا ربتهم وتحملت أذاهم وسهرت الليالي من أجلهم، أجزاؤها اليوم أن تلقى ولا يبالى بها؟ هذا بئس الجزاء. عليهم أن يتقوا الله تعالى في معاملتهم بأمهم لأجل أن يبرهم أبناؤهم فيما بعد، فإن من أقى أباه أقه ولده، كما قالوا كما تدين تدان، وهذه سنة الله تعالى في الخلق، من أقى أمه كذلك أقه أولاده، فعليهم أن يتقوا الله في أمهم وأن يكرموا أمهم وأن يصونوها، عليهم أن يصونوها من الابتذال، وعليهم أن يصونوها من أن تكون عرضة لسخرية الساخرين وضحك السفهاء والأوغاد عليها، وعليهم أن يقضوا لها كل حاجة وأن يوفروا لها كل مطلب. هذا مما يجب عليهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول أم قررت أن تزوج ابنتها من رجل كبير في السن بغير رضاها،
البنت شعرت بألم هذا القرار وشعرت أن حياتها لم تكن مستقرة، فقالت لأمها لا أرضى عنك في الدنيا ولا في الآخرة. الآن يقول الأم توفيت والبنت تشعر بتأنيب الضمير، هل ما قالته في حق أمها كان ذنبا؟ وحقيقة الأمر إقدام الأم على تزويج ابنتها بمن لا ترضى به خطأ. أولا الأم ليست هي ولية، لماذا تقرر ذلك؟ ولاية البنت إلى أبيها إن كان موجودا، فإن لم يكن أبوها موجودا فإلى عصبتها من الرجال، وليس للأم أن تقرر شيئا في هذا. نعم تدلي برأيها، أما أن تفرض عليها فرضا فلا. على أن فرض الزوج حتى من قبل الولي لا يجوز، لا يجوز للأب أن يفرض زوجا لا تريده ابنته مهما كان الأمر، لأن للابن للابنة الاختيار، لها أن تختار شريك حياتها وأن تنظر في مستقبلها، وليس للأب أن يفرض عليها بأن تربط مصيرها بمصير الرجل الذي لا ترضاه لنفسها. هذا من الخطأ الكبير، فالأم في هذا أخطأت، على أن الزواج بدون رضا المرأة المتزوجة فاقد لشرط من شروط صحته. والشرط كما قال الفقهاء والأصوليون هو الذي يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده الوجود ولا العدم لذاته. فالشرط يلزم من عدمه العدم، فمع انعدام الشرط ينعدم الشيء المشروط، فينعدم إذن ثبوت النكاح عندما تكون المرأة غير راضية بهذا الزواج. وعلى هذا فمعاشرتها لذلك الزوج إنما هي معاشرة تعد سفاحا، تعد على طريقة السفاح لا على طريقة النكاح الشرعي. ولكن مع هذا كله عليها أن تحسن إلى أمها مهما كانت إساءة الأم إليها. والآن عليها أن تزيل من نفسها أثر هذا السخط الذي وجدته على أمها، وأن تحتمل، ولعل الأم تابت إلى الله والله تعالى يتقبل توبتها بحول الله تعالى. الدم الصناعي، يقول أحمد، توصل العلم الحديث إلى صناعة دم صناعي، هذا الدم فيه كل مقومات والخصائص الموجودة في دم الإنسان، بمعنى أو الكثير منها، مما يحقق للإنسان على كل حال صحة لو أنه عولج به. لكن يقول هذا الدم يحمل خلايا الخنزير، هل يجوز استخدامه إذا ثبت ذلك؟ من المعلوم أن نفس الدم في الأصل هو حرام، الدم محرم كحرمة لحم الخنزير وكحرمة الميتة وكحرمة ما أهل به لغير الله، وإنما يسوغ التداوي بالدم عند الاضطرار بناء على جواز التداوي بالمحرم، لأنه يكون غير محرم في حال الاضطرار، وهذا هو الصحيح. لأن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا يقال بأن الاضطرار مقيد بكونه في المخمصة لقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة، لأن ذكر المخمصة هنا وارد مورد الأغلب المعتاد، والمنطوق إذا كان واردا مورد الأغلب المعتاد فإنه لا يعتد بمفهومه المخالف. فلذلك نحن نرجح بأنه يجوز التداوي بالمحرم عندما يضطر الإنسان إليه اضطرارا، بحيث لا يجد ما هو غير محرم. إن كان هناك دم صناعي يغني عن دم الطبيعي فإذا في هذا غنية عن المحرم، لكن إن كانت فيه مواد من خلايا الخنزير هنا ينبغي أيضا أن ينظر في تقييد هذا العلاج بحالة الضرورة، عندما تكون هنالك ضرورة فلا حرج إذن في هذا العلاج.
جزاكم الله خير سمحة الشيخ. كنا نتمنى أن نطرح سؤال الأخ خالد البراشدي إلا إذا كان في ربع دقيقة. يعني المرأة التي تسكن بعيدا عن مقر عملها ولكن لأن أهلها يسكنون قريبين من مقر عملها جعلت بيت أهلها وطنا، وأما زوجها طبعا فبعيد. إن كان زوجها آذنا في استقرارها هناك وبقائها هناك وفي إتمامها الصلاة فلا حرج. جزاكم الله خير سمحة الشيخ بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا الكرام، نتوجه وإياكم إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بالشكر الجزيل، كما نتوجه إليكم أيضا بالشكر على متابعتكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.